على شاطئ قريتها جسر الزرقاء جنوب حيفا، تعلم مدربة ركوب الأمواج حمامة جربان طلابها تقنيات ممارسة هذه الرياضة. بنت البحر، صيادة، منقذة، مسعفة، كل وقتي كل حياتي بالبحر. تعمل جربان خلال فصل الصيف مسعفة على شواطئ جسر الزرقاء إلى جانب انشغالاتها الكثيرة ومواهبها الرياضية المتعددة والصيد الذي ورثته أبا عن جد. الصيد أخذته من طبعا من الوالد وولاد عمامي، إحنا عائلة صيادين موجودين هنا قبل قيام الدولة، المعظم أخذنا الموروث عن طبعا عن جدي. وقرية جسر الزرقاء هي القرية العربية الوحيدة في إسرائيل على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتتوسط الطريق الرئيسي بين حيفا وتل أبيب، وهي من أفقر القرى في المنطقة. مخازن جديدة بدها هدم، صاروا يضايقونا أنه كل واحد صياد يروح يعمل رخصة، صاروا يضايقونا أنه ممنوع ننزل على الصيد إلا بشهر كذا، شهر بعد شهر، اليوم صاروا من شهر 4 على شهر 7 يعطونا نصيد، وكل الوقت المتغيرات. يعني انا ما بلحق امسك الشبكه الا البكاح تبع المحميه الطبيعيه المفتش فوق راسي. ويشكل العرب 20% من الاسرائيليين البالغ عددهم 9 ملايين.